عملت سلطه يوناني. هي سلطه يونانيه حلوه جدا، الظريف فيها ان مكوناتها عاديه، يعني ان شاء الله تبقى موجوده عندنا في البيت، ما فيهاش حاجات صوص الايه وصوص البتاع، لا ظريفه وصيفيه بقى يعني كمان ومغذيه. بص انا معايا خيار، خيار شرايح، حاجه بسيطه قوي ومعانا طماطم، طماطم برضو متقطعه شرايح، ممكن طماطم تشيري براحتكم، معانا زيتون متقطع شرايح، بصل احمر متقطع شرايح، خس جبنه فته متقطعه مكعبات، وعشان تقطعي الجبنه الفته مكعبات حلوه كده خليها في الثلاجه علشان تتقطع معاكي بسهوله، وكل تقطيعه كده تقطعي بيها امسحي السكينه مسحه كده يكون فيها ميه علشان تطلع معاكي مكعبات شكلها حلو نقدر نحطها على وش السلطه. نيجي بقى للدريسنج بتاع السلطه اللي هيخليه بقى كل الخضار الحلو ده ليه طعم حلو. عندنا معلقتين من الخل، خل ابيض ينفع او خل تفاح هيبقى احلى واحلى، يعني انا افضل لو عندك خل تفاح نحط معلقتين كبار من خل التفاح، لو مش متوفر الخل الابيض العادي مفيش مشكله، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، معانا فصين من الثوم، ولو اني افضل انا كمروه يعني لما باجي اعملها اخد فص ثوم واحد بس، لكن لو انتوا عايزين عاملين كميه كبيره يبقى اخرنا فصين بس من الثوم المفروم، معانا عصير ليمونه كبيره ومعلقه كبيره من العسل الابيض، وبس خلاص هنحضر الدريسنج اللذيذ ده علشان يبقى جاهز معانا نحطه، ومفيش بوله صغيره، ماشي ممكن اعمله هنا نحضر الدريسنج اللذيذ ده علشان نحطه على الخضار. هنحط خل التفاح او الخل الابيض مفيش مشكله، وهنحط عصير الليمون والعسل الابيض، انا بحب احط ملح كمان، نحط كده ملح، ونحط الثوم وزيت الزيتون كده بس، ونقلب الدريسنج الظريف ده، خل ابيض او خل تفاح وعصير ليمون وثوم وعسل ابيض وزيت زيتون ورشه ملح بس كده. هنا بقى حاجه السلطه، انا هجيب الخس احطه هنا كده في الطبق اهو، ونحط بقى ايه، نوزع كده شرايح الخيار مثلا بالشكل ده، ونجيب شوية برضو من شرايح الطماطم، طبعا ممكن تقطعوهم مكعبات وتقلبوهم مع بعض كلهم يعني مفيش مشكلة، انا هرصهم كده علشان ايه الدريسنج يعني يوصل ويتوغل لكل السلطة، ومعانا شرايح من الزيتون برضو علشان السلطة اليونانية الخطيرة دي كده، والبصل الأحمر شرايح كده برضو على الوش من البصل الأحمر، وخلوا بالكم برضو ان الدريسنج اللي انا هحطه على وش السلطة حالا دلوقتي لو السلطة مش هتتاكل على طول يفضل ان احنا نبقى مجهزين وحاطينه على جنب قبل ما ناكل السلطة، نقوم حاطين الدريسنج تمام. ومعنا بقى مكعبات الجبنة الفتة حطها هنا كده على الوش برضو، اخر حاجة بقى فوق قبل ما نحط ايه الدريسنج، او زي ما قلتلكوا لو السلطه مش هتتاكل حالا كده يبقى نحط ايه الدريسنج في طبق او في علبه على جنب قبل الاكل نبقى ايه نسقي السلطه بالدريسنج. انا بقى ايه هقلبها تقليبه كده وابتدي بقى ايه احطه بس كده، عايزين تحطوه في طبق اكبر من كده وتقعدوا تقلبوهم وتحطوا الجبنه على الوش برضو هينفع، كل ده هينفع، طبق سلطه لذيذ الدريسنج نزل بسرعه توغل مع كل المكونات اللي محطوطه، عايزين شوكه لذيذه كده وبالهنا والشفا، احلى سلطه يونانيه